إذا المشاهدين ومتابعين صوت العدالة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس، صوب الضبط أمام هذه المؤسسة الخاصة. هذه المؤسسة الخاصة اللي كما كنشوفوا أولياء وأباء وأمهات التلاميذ اللي كاينين هنايا وكيحتجوا كاملين تجمعوا هنايا بصوت. حنا رافضين هذه الزيادة، رافضين أولا بعد أول قبل كل شيء، رافضين هذا الخلاص ديال شهر 7. ديجا الولاد ديالنا سالوا البروغرام، يعني حنايا علاش غادي نخلصوا شهر 7 وهما ما غاديش يقراوه؟ ثاني حاجة رافضين هذه الزيادات، هو زايد زيادة صاروخية، هو ديجا كيزيد ولا هاد العام عاد زاد بزاف. والمشكل اننا كنحاولوا نتحاوروا معاه، سد علينا باب ديال النقاش وما كيخليناش نتحاوروا بصفه نهائيه. يعني بغيتي ولدك تقرا، ما بغيتيش الله يعاون. يعني هذه اصلا ماشي الطريقه ديال التعامل كما هادوك ولادنا، حتى هو راه مسؤول عليهم. اليوم باب النقاش في صوت العداله مفتوح لكم، واكيد غيتشوفوا هاد الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله كنطالبوا انهم يحاولوا علينا بهاد الزيادات. راه عندنا جوج ثلاثه ديال الدراري، يعني راه بزاف انه كل عام كيزيد يزيد، ودابا زايد بزاف 300 درهم راه بزاف، ثلاثة د الوليدات راه بزاف هادشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم ديالي محمد مشراوي، اب ديال التلميذ، اب ديال واحد التلميذ تيقرا هنا في مؤسسة العرايشي، وحنا جينا هنا كآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ. تنحتجوا، هذه وقفة احتجاجية مطلبية، تنحتجوا على الزيادات الغير مبررة التي اللي بغات تطبقها المؤسسة انطلاقا من المثل المقبل دون صارت إشعار، دون صارت إشعار. يعني تنتفاجئوا أنها غتكون زيادة، صراحة زيادة كبيرة، غتوصل حتى 300 درهم. إضافة إلى ذلك تنحتجوا على أنه تطالبنا باش نديو واجب الشهري شهر يوليو، رغم أن الدراسة غتوقف 12 جوج شهر 7. على غرار باقي المؤسسات اللي هنا في مكناس انهم راه عفاو الاباء من هذا الشهر، وحنا تنتفاجئوا بان كمؤسسه مواطنه تفكر لينا وتفكر لوليداتنا، يعني انها تفرض علينا هذه المسائل، نرفضها بشكل مطلق. ثاني نقطة هو أن نلزم بأداء شهر الأداء الواجب التسجيل. ما قراوش، راه ما غاديش يقراو شهر 7، راه ما غاديش يقراو شهر 7 غير باش تكون على بال. اليوم أنتم شنو هي الكلمة ديالكم؟ الكلمة ديالنا هو نرفض الزيادات التي ستكون ابتداء من الشهر المقبل. ثاني نرفض الأداء ديال شهر 7. هذا هما المطلبين فيكم. وحنا رهنا الاشاره للحوار مع الاداره، تحاورنا معها ما خرجناش بنتيجه، مازال الباب مفتوح. يعني كاباء وامهات اولادنا مازال مفتوح، وهذه راه وقفه سلميه مطلبيه، ما بغينا فيها ضغوط غير اننا تادينا. ما راهاش الظروف الصعبه اللي تتمر بها الاسر، ما راهاش الظروف الصعبه اللي تتمر بها الاسر، اجواء العيد، العطله الصيفيه، مصاريف زادت، وذلك هو كذلك زادنا لف اللهم ان هذا هو انه هذه المؤسسة ما فتحش معنا الحوار، ما فتحش معنا الحوار، والسيد المدير ديال المؤسسة كيلتجئ للزيادات كل سنة كيزيد علينا، وهذه الزيادات خيالية ولات ما قدرناش حنا كنطيقوا هذه الزيادات. وأهم شيء اللي كنطالبوا به حاليا هو شهر يوليوز، ما خصناش نخلصوا شهر يوليوز، لأن وليداتنا عندنا فيهم يومين ديال الامتحان، وكيطالب منا باش نديو الشهر كامل. هذا الشيء ماشي معقول. السلام عليكم، حنا جينا اليوم باش نستنكروا هذا الشيء اللي واقع، باش حنا اننا نخلصوا واحد الشهر اللي حنا ولادنا ما غيستافدوا منه ما والو، زائد كنعرفوا زياده صاروخيه في هذا الشيء ديال اللي كل شيء كيشوفوا، زائد العيد الكبير كي غيدير هذا المواطن، زائد عطله، زائد عاوتاني دخول مدرسي، راه ما يمكنش. هو ماشي هو بنادم فاش كيدخل عنده كيقول ندخل وليدي عندك، اتفق معاه على اساس من مستوى غادي يزيد 50 درهم. ديكو من بعد حنا دابا مثلا انا كان غير في الروض فاش طلع الابتدائي، هذا الشيء غير العام اللي قبل زاد 150، دوزناها دابا زاد 300 درهم المستويات كاملين، يعني اي دري عندك يعني غادي يزيد عليه 300 درهم كل شهر. ما يمكنش، وهذا الشيء ماشي هذا هو الاتفاق، يديرها على الناس اللي غادي يجيو جداد، اتفاقيه جديده، اما حنايا صافي دخلنا ولادنا عنده واحد الاتفاقيه خصو يحترم هذيك الاتفاقيه، الا كان شي زياده يطبقها على اللي جاي جديد، اما حنايا باش ولدنا ولفوا المدرسه صافي دخلنا على اساس انه غادي يجلس في ديك الولد غادي يجلس في ديك المدرسه ونتفاجئوا بهذ الزيادات، راه ما عندها حتى معنى. كيفاش حنايا دابا عاد يقلب بنادم على بلاصه اخرى، وعاد خصوصا ان اغلبيه ما عندوش ولد ولا غير واحد، راه عنده جوج ولا ثلاثه ولا اكثر. دونك باش يزيد على 300 درهم على كل ولد راه بزاف.
الشريعه.